لما تقول ليه انا بطلب منك التميز عشان انت مميزه، انا ليه بطلب منك انك انت تعتزلي علشان فعلا انت كده، ربنا قايل عليك كده، كرمك في الاسلام وكرمك في العقايد، كرمك من الاب والاخ والام، جاي الاسلام خلاك ليه تنقصي نفسك؟ ليه تخليكي واحده هايفه؟ ليه ترضي من نفسك انك تبقي واحده ولا ليكي اي قيمه؟ سواء بنت او زوجه او ام، ليه؟ احنا اعزاء بالاسلام، قولي كده، انا عزيزه بالاسلام، اعزني الله بالاسلام، تمسكي بيه. اوعى حد يجي يقول انت ايه يعني؟ لا، قولي له لا، انا اللي هفرح بيا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. انا اللي هاجي يوم القيامه معايا لواء، انا هاجي يوم القيامه باذن الله حمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم افرحه، انا اللي كنت في بلاد الغرب رفعت قيمه الاسلام، انا ما خذلتش ديني ولا دعوتي ولا رسولي ولا انا من الامور دي. ينفع نكون كده؟ ينفع نستغل الوقت بالشكل ده؟ صلاة الجمعة تضيع، الصلوات خمسة مش أربعة، يعني الصلوات يا بنات خمسة، ماشي؟ يعني الفجر من ضمن الصلوات، مش لما أصحى، لا، لا، ولما ربنا يشوفك من دلوقتي محافظة على هذا الأمر، ربنا يعينك عليه، أنا من أصحاب صلاة الفجر، أنا من أصحاب صلاة، أنا أكثر صلاة على وقتها، أنا اللي بقوم على وقتها، أدعو الله سبحانه وتعالى، مش عايزة أطول عليكم كتير، ها؟ صحيح. ليه؟ علشان ما ينفعش نكون مهرجلين. عايزه تقولي ايه؟ قولي حاجه عن نفسه. الصادق الامين. ليه؟ لانه حتى العدو شهد. انت شغله كده؟ ربنا يبارك فيكم.